حكم الصور التي طارت في محلات الملابس على الملابس بغرض أنها نفس ما في الصورة. هذه الصور شبه عارية. إذا كنت أنت تصنع هذا يا أحمد بن شطأ لا تصنعه. إذا يعني لو أنت تصنع هذه الصور لا تصنعها، لكن لو أنت تبيع معمد به البلوى كالصيدلية مثلا، جل الأدوية في علب عليها صور الصابون والشامبوهات وكلها، فهذا معمد به البلوى، نسأل الله أن يغفر. وإذا جلست في الصيدلية تطمس كل التصاوير هتشتغل طماس صور لن تستطيع أن تبيع.